الراشدي تسمع فيها. أهلا وسهلا، مرحبا بك. اهلا وسهلا بك رياض، اهلا وسهلا بالحضور، اهلا وسهلا بالساده المشاهدين. كما قلت رياض من دولة تحديدا كالعاده، وين مقر اللي يقيم فيه بقيه اعضاء المنتخب الوطني التونسي اللي ياخذوا للحجر، ولو انه حجر فيه وعليه، لانه حتى نعرفوا فما بعض العناصر اللي تعافات والحمد لله من فيروس كورونا، واليوم كانوا مشاو تدربوا بالنسبه للمنتخب. تو نرجعوا نحكيوا عليه باكثر تفاصيل، لكن رياض اكيد ما نجموش ما نبداوش حلقتنا اليوم وما نترحموش على الناس اللي توفاو، لانه البارح يوم 24 جانفي كان اليوم الأسود، وأكيد يوم سيدون بأحرف، خلينا نقول أحرف من نار، أحرف سوداء في سجل مسابقات كأس أمم أفريقيا، لأنه نعرف كل شيء كرة قدم ونعرف الفرحة ونعرف كل، لكن البارح عشنا مأساة كارثة، وفاة 8 أنفار ومازال العدد معناتها باش يزيد يتكاثر. أيضا إلى غاية هذه الساعة فما تقريبا 42 حالة جريح معناها اللي مازالوا في المستشفيات في دوالة. فوضى، كارثة. شفنا حتى اللي شاهدوا المباراة البارح كانت مباراة ما غير روح، كانت الأجواء المدارج كانت فارغة، ما شفناش الاحتفالات وكونوا الكاميرون تتأهل إلى الدورة الربع نهائي، لكن هذا الكل في الفوضى اللي صارت. ونرجع نحكيه، وكان تحب نعطيك التفاصيل على شنو اللي صار هذا الكل. السبب الأول والرئيسي هو كان فما إضراب عام بالنسبة لقوات الأمن، كانت إضراب عام بالنسبة لقوات الأمن والناس اللي سهرة على تأمين بطولة كأس أمم أفريقيا هذايا. هذاك علاش نلقاو ما كانش فما إسكورت، ما كانش فما مرافقة أمنية واللي كانت تسهل تنقل الفرق. تو تشاهد من بعد الصور الرياض وكونوا غامبيا كانوا غيروا الملابس نتاعهم في الحافلة، لأنه تقريبا قضوا ساعتين ونص في وسط الحافلة، لأنه ما كانش جاهم المطار نتاع الإسكورت اللي باش يوصل المنتخب الغامبي للمباراة. نعرفوا كانوا الفريق لازم قبل ساعة ونص يكون في الملعب. أيضا الرئيس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي ولهنا اللي عاش الحدث هو مسه بيديه، معناها وخلط هو على حالات الوفيات وخلط على الفوضى وخلط على الناس اللي كانت. موتسيبي تقريبا قضى في السيارة نتاعو ساعتين ونص وما حضرش على المباراة، خلط تقريبا في 10 دقائق الأخرى نتاع المباراة. وهذاك علاش اليوم كان المؤتمر الصحفي لرئيس الاتحاد الأفريقي موتسيبي، واللي أكد رسميا كونه اليوم وهذا ما صرح به كونه غلق ملعب أولمبي إلى غاية أن تأتي نتائج وتحقيق ولا تحقيقات اللي كانت قامت بهم اللي باش تقوم بهم أكيد الجهاز الأمني للكاف، الجهاز الأمني للجنة المنظمة بالتشاور مع الدولة ومع الأمن لهنا في الكاميرون. لأنه ما صار اليوم حتى موتسيبي كان قال هو اليوم الأسود، اليوم المشؤوم البارح، وحتى كان تحول ومشى شاف زار معناها الناس اللي ما زالت مرضى وما زالت في المستشفيات. رياض رغم الناس اللي ماتوا فما ناس صغار 10 سنين، فما تو تشوف من بعد عندكم الصورة فما وليد عمره 10 سنين مازالوا ما يعرفوش حتى اهله لغايه لهذه الساعه، معناها عملوا بلاغ رسمي للي شكون عندها عائله عندها وليد مفقود عنده 10 سنين لانه موجوده الجثه نتاعه في المستشفى لكن ما عرفوهوش ولد شكون. ايضا فما قاضي معناتها قاضي مازال شاب. اللي صاروا كونوا الطريق المؤديه لملعب اولمبي هي طريق واحده فقط، دونك ما كانش فما فيها تامين، ما كانش فيها معناها فسح المجال بالنسبه للشخصيات وكبار الزوار وخاصه للفرق. هذاك علاش صار لونكومبرمون، صار التدافع، صار التزاحم، الناس الكل كانت، وحتى شفنا الامن ما كانش موجود حتى على معناتها على سور الملعب، شفنا الناس تنقز من سور الملعب، شفنا ناس تدافع كبير، شفنا ناس وحلت حتى في الابواب، لانه نعرفوا الابواب معناتها تتحل بالكارت مانيتيك، تتحل بالتذكره المغناطيسيه، دونك فما شكون حتى تكونسه في الباب، معناها سور ان شاء الله ما عادش يعودها على افريقيا، صور ان شاء الله ما عادش نعيشوها، لانه للاسف عرس كره قدم الافريقيه تحول الى حزن، الى دوي البارح، الى مأتم اليوم في الكاميرون، ان شاء الله ما عادش يتعود. دونك هذه الحادثه اللي حبينا نحكيوا عليها. وكما قلت لك موتسيبي في الاجتماع في المؤتمر الصحفي اليوم قرر رسميا وكونه ايقاف اللعب في ملعب اولمبي، الملعب الشهير، الاستاد المبرمج باش يحتضن المباراه النهائيه. دونك من المفروض وكان مباراة الربع النهائي القادم يوم الأحد صعب وكانها تتلعب في الملعب هذا، باش يلعبوا في الملعب مامادو أديو، الملعب اللي نعرفوه جيدا، الملعب اللي كان احتضن منذ قليل مباراة المنتخب المغربي ومنتخب الملاوي. وبالمناسبة مبروك للمنتخب المغربي الشقيق اللي تأهل. في انتظار أيضا غدا مباراة المنتخب المصري اللي باش يواجه الفيلة، باش يواجه منتخب ساحل العاج هنا في دولا في ملعب استاد جابوما، الملعب اللي كان احتضن مباريات المجموعة اللي كان فيها المنتخب الجزائري والمنتخب الإيفواري.
هيثم، قبل ما نختم معك الموضوع هذا بالذات نتاع حادثة التدافع اليوم، رئيس الاتحاد الافريقي، هل انه فيما يخص طاقة استيعاب يعني الجماهير بالنسبة للبلد المنظم المنتخب الكاميروني، نعرفوا اللي هي 80%، هل انه باش يقع التقليص في عدد الجماهير بالنسبة للبلد المنظم او لا؟ رياض، انا قلت لك حتى بالنسبه للملعب اولمبي اذا كان باش يحضروا فيه ولا لا، مازال هو قالها من الاول، قال ملعب اولمبي سيقفل حتى سيقفل المباراه القادمه على الاقل، لكن بعد قال نخمه حتى لنهايه الدوره، من بعد تراجع في اخر المؤتمر الصحفي وقال حتى تخرج معناتها حتى نلقاو النتائج وشكون المتسبب وشنو هو السبب اللي خلى معناها التدافع هذا يصير وخلى الكارثه هذه تصير. دونك لغايه هذه الساعه ما فما حتى قرار رسمي من الاتحاد الافريقي، القرار الوحيد اللي جاء هو كانت دقيقه صمت على ارواح الناس اللي توفوا البارح خلال المباريات الزوز اللي كانوا دار اليوم، مباراه السنغال وايضا مباراه المنتخب المغربي منذ قليل. دونك لغايه هذه الساعه رياض في انتظار النتائج ما فما حتى قرار رسمي، فما حتى تقرير رسمي، فقط اللي نعرفوه هما كنت بعث لك حتى القائمه بالاسماء معناها وبالعناوين نتاعهم الناس اللي توفوا ان شاء الله ربي يرحمهم اكيد. دونك لغايه هذه الساعه مازال فما حتى قرار رياض.